السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، النهاردة هتكلم عن 11 علامة تدل على الخبر السار أو الأخبار السعيدة. أول رؤية معانا وهي رؤية الضيوف الأقارب في البيت. الضيوف الأقارب في البيت، عندي ضيوف في البيت، والضيوف دول مش ناس غريبة، لا، ده أقارب من العائلة وعندي في البيت ضيوف. هذه الرؤية تدل على الخبر السار. رؤية الرجوع إلى المدرسة أو الدراسة، شفت سيادتك إن أنت رجعت للدراسة تاني، يعني أنت ممكن يكون مثلا سنك كبير 40 و50 و60 و70، هذه الرؤية تدل على سماع خبر سار إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية انتظار القطار في المحطة وكأنك تنتظر خبرا سار، وهو بالفعل كذلك. رؤية القاضي على المنصة وهو يضحك لي ويبتسم لي، انت مش عارف انت كنت في المحكمة ليه، ده مش موضوعنا، المهم ان انت شفت في المنام قاضي ويبتسم لك، هذه الرؤية تدل على الخبر السار. رؤية الكتابة بالنسبة للبنت العزباء تدل على الخبر السار. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم مبتسم ويضحك، خبر سار، دي مش عايزة كلامي يعني. رؤية دخول الفرس أو الحصان إلى المنزل إلى البيت، هذه الرؤية تدل على الخبر السار. رؤية هدية الفستان للبنت العزباء تدل على الخبر السار. رؤية الورد الأصفر خبر سار. رؤية خروج الماء من المنزل أو من البيت، هذه الرؤية تدل على الخبر السار. رؤية المرأة المتزوجة وهي ترقص في المنام لزوجها في الرؤية، ولكن بدون صخب وبدون موسيقى عالية، هذه الرؤية تدل على الخبر السار. رؤية هدية القلم الذي نكتب به، القلم هديته للمرأة المتزوجة، هذه الرؤية تدل على الخبر السار. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.